الأعمال، ألا وهو لماذا تصرخ القطة عند التزاوج؟ الأسباب العلمية لهذه الظاهرة وشكل الجهاز الذكري للقط الذكر، حيث يتميز بطبيعته الشوكية الخشنة. نعم، هذه هي الحقيقة، وربما منكم من سيتفاجأ بالأمر، خصوصا إذا كان يسمع به لأول مرة. وليس هذا كل شيء، فلسان القطط أيضا له طبيعة شوكية خشنة مثلها مثل عضوه الذكري. السبب من كون عضو القطط ذا طبيعة شوكية هو أن أنثى القطط ليس لديها عنق رحم، وبالتالي الذكر يسبب جرحا داخل القطة مما يؤدي إلى خروج الدم أثناء التزاوج. والدم يعمل عمل عنق الرحم، حيث يقوم بعد تجلطه بإغلاق الرحم، فتتم عملية الإخصاب بشكل ناجح وموفق. ولهذا عندما نرى القطة أثناء التزاوج تصرخ وتتألم، فيجب أن نعذرها، فرغم حبها وإلحاحها على التزاوج فهي تدفع ثمنا لذلك.